وانا بقلب كده على واحد من مواقع الالعاب، لقيت لعبة عربيات جديدة لسه نازلة على الموقع، شبه قوي اللي شفناه في فلات اوت. فاكرينها اللعبة القديمة دي اللي كنت فيها بتسوق عربية مكحرتك احيانا وبتسابق بيها، وتقدر بيها بقى تحطم العربيات اللي بتسابقك وتخش فيهم وتفرتكهم او هم اللي يفرتكوك. النوع ده بقى من الالعاب اللي بحبه، بيعتمد على السواقة البسيطة، فقلت ارزع لها فيديو عن النوع ده مخصوص. وطالما بقى دخلت الفيديو يبقى انت كمان بتحب النوع ده من الالعاب زيي، واكيد كمان بتحب العاب الكار كومبات، بالعربي يعني العاب سباقات التحطم وضرب السيارات زي القديمه تويستد ميتال. في الفيديو ده بقى انت هتشوف النوعين دول من الالعاب، من الاخر العاب السباقات المجنونه. من غير رغي كتير بقى ارزع لايك وسبسكرايب، وخلينا نبدا في اول لعبه معانا، وهو اخر جزء من فلات اوت، وهو ريك فيست. هو صحيح مش اخر جزء، بس نفس الناس اللي قدموا فلات اوت هم اللي عاملين ريك فيست بعد معاناه طويله في عمليه التطوير. اللعبة بدأت بتمويل من قبل الجمهور، حاجة كده زي كيك ستارتر، وما قدروش يلموا المبلغ المطلوب لتطوير اللعبة. الكلام ده كان في 2012، لو حد فاكر اللعبة كان ساعتها اسمها ذا نيكست كار جيم. الموضوع فشل في الآخر، بس المطورين ما فشلوش وما استسلموش، عشان بعد الايرلي اكسس اللي نزل على ستيم ناس كتير حبته وحبت اللي بتقدمه، ودعموا اللعبة. وفي الآخر في 2020 شفنا اللعبة وطلعت للنور بالعنوان الحالي اللي هو ريك فيست. خلينا بقى نتكلم شويه عن الجيم بلاي. السواقه في اللعبه هنا مش هقول سيميليتور، وفي نفس الوقت مش هقول سهله، هتاخد شويه وقت عشان تتعلم تسوق. والسرعه في اللعبه هنا بقى هي اخر حاجه تفكر فيها. كالعاده العربيات هنا قديمه متفشفشه، بتسابق بيها زي اجزاء فلات اوت القديمه. اللي بيميز اللعبه دي بقى الفيزيائيه والتدمير اللي بيحصل في العربيات، وواقعيه كبيره بتشوفها في جسم العربيه وهو بيتخبط وبيتعمل كفته وانت ماشي بالعربيه ملوح كده، بيبقى شكلها مضحك قوي. فاكرين اللعبة اللي كلمتكم عنها في اول الفيديو، لما قلت وانا بقلب على واحد من مواقع الالعاب لقيت لعبة عربيات جديدة لسه نازلة شبه قوي اللي شفته في فلات اوت؟ هي دي بقى ترايل اوت. اللعبة دي ما طلعتش لسه نازلة ولا حاجة، لا دي بقى لها سنة، بس نسخة الكومبليت اديشن منها هي اللي لسه نازلة على الموقع. النسخة دي بقى فيها كل الاضافات والعربيات اللي نزلت. خلينا في المهم، الجيم بلاي. اللعبة هنا زي فلات اوت بس بجرافيكس معاصر لالعاب الجيل الحالي. السواقه هنا اركيد مش سيميليتور، والهاندلنج هنا او التحكم في العربيات حلو. الشوارع او الطرق الوعره اللي هتمشي عليها مليانه حاجات على الارض، اشكال والوان، كاوتش، براميل تخش فيهم بسرعتك، وبتشوف تاثير كل ده قدامك، وعندك جيم مودز هنا ومحتوى كبير تقضي فيه وقتك. اللعبه اندي من تطوير جود بويز، في ناس بتقول عليها ان دي امتع لعبه لعبتها من بعد فلات اوت. ندخل بعد كده على لعبه كومبات العربيات بلور. اللعبة دي أول ما نزلت في 2010 مفيش حد كان عارفها، وده بسبب كمية ألعاب السيارات اللي نزلت في نفس السنة، بس بعد كده بقى اكتسبت شهرتها واحدة واحدة. اللعبة في الشكل شبه نيد فور سبيد، والسواقة أركيد، الكومبات بقى هنا ممتع قوي. هو صحيح مفهوش تحطيم وتكسير وفرتكة، بس هيفكرك قوي بكراش عربيات وماريو كارت. مش محتاج أشرح اللعبة، لأن اللعبة دلوقتي مشهورة كفاية، أنت بنفسك تقدر تشرحها في الجيم بلاي أكتر مني. معانا بعد كده ديستراكشن ديربي. دي السلسلة الأصلية اللي كانت سبب أصلا في وجود فلات أوت. اللعبة في منها أجزاء كتير، حوالي 5 أجزاء أعتقد يعني، بس الجزء التاني من اللعبة هو ده اللي معلم معايا. كان اللعبة دي كانت موجودة على الكمبيوتر زمان، سباقات وتحطيم. أي نعم مش هتشوف الفيزيائية بتاعت فلات أوت، وده لأن اللعبة هنا من الألعاب القديمة. الموضوع هنا كلاسيكي نوستالجاوي شوية، ولا يفهم الكلام ده الناس القديمة من النوع ده من الألعاب. معانا لعبة تانية شبهها قوي، وهي ديميليشن ريسر. دي برضو نفس الكلام كده، سباقات وتحطيم، والسواقة كانت سهلة وكانت موجودة على الكمبيوترات والبلاي ستيشن 1. وفي كمان لعبة شبهها وهي التيميت ديميليشن ديربي. دي شبه اللي فاتت واللي قبلها، يعني لو جهازك ضعيف وما يقدرش يشغل ألعاب حديثة خش على الثلاث ألعاب دول هيعجبوك قوي. ندخل بعد كده على جاز جازرلز اكستريم. لعبة سباقات بكومبات ممتعة قوي، وده لأن العربيات هنا بيتركب عليها أسلحة زي الماشين جن والمدافع والصواريخ، بتتركب على العربية وطول ما أنت ماشي شغال عمال تضرب في المتسابقين اللي معاك، وهم كمان هيناولوك مش هيسكتوا. كل سباق بقى ليه حدوده في الكومبات، بس اللعبة ككل حلوة وممتعة، والسواقة أركيد وسهلة وسلسة. ندخل بعد كده على ريدج ريسر أم باوند. لعبة سباقات أكشن سريعة أوي، بتحصل في مدينة خيالية. الحلو بقى في اللعبة هنا إنك هتقدر تكسر الحيطان وتخش في المباني اللي في سكتك وتعدي منها، وتقدر كمان تقلب العربيات اللي بتسابقك، وفيها شبه كبير أوي من نيد فور سبيد أنباوند. لا العكس، نيد فور سبيد أنباوند هي اللي شبه دي.
ندخل بعد كده على سبليت سكند، دي شبه اللي فاتت قوي بس الاكشن هنا عالي قوي قوي قوي. كالعاده لعبه سريعه والسواقه اركيد سهله. اللب هنا بقى في الاكشن والفرقعه اللي بيحسسوك انك في فيلم من كتر الانفجارات والنطاط واللقطات اللي هتشوفها والحاجات اللي بتحصل، زي مثلا مبنى ضخم يقع بيغير شكل وسير الطريق اللي انت ماشي عليه. ندخل بعد كده على كراش دي. اللعبه دي لعبتها زمان على الكمبيوتر واستمتعت بيها قوي. كنت فاكر ساعتها بعد ما خلصتها ان في جزء تاني منها، قعدت ادور وادعبس واقلب بالنت ما لقيتش حاجه خالص، اتضح ان هي جزء واحد بس. وانا بقى بدور اليومين دول عشان احضر للفيديو، اتضح لي ان في 2017 نزل منها نسخه ريماستر بعنوان كراش دي ريد لاين اديشن. كانت نسخه ريماستر زي القديمه بالظبط، بس طبعا بقى جرافيكس 1080 والكلام اللي انت فاهمه ده كله. الجيم بلاي بقى شبه فلات اوت، سباقات تحطيم سيارات وستانت ونطاط رهيبه هتعملها وديس ماتش، وكمان في خرايط هنا اللي الناس معدلاها. من الاخر تجربه كراش داي مستحيل تتفوت. ندخل بعد كده على سلسله ديرت، وخاصة الجزء المنفصل اسمه ديرت شو داون. المرة دي بقى في سباقات مختلفة، شوية على طرق المدشملة وشوية بعربيات كحيانة، والتدمير والتحطيم في النوع ده من السباقات حاجة أساسية زي فلات اوت، وشوية ستانت تشكيلة كده من السباقات المتنوعة. الحلو بقى هنا ان السواقة اركيد سهلة وسلسة قوي. ندخل بعد كده على حصرية البلاي ستيشن 5 ديستراكشن اول ستارز. زي ما باين من اسمها التدمير في اللعبة هنا عنوانها الأساسي. اللعبة اونلاين، سواقة سهلة، وهدفك الأساسي انك تنزل الحلبة تدمر الخصوم اللي هم الناس زيك بالظبط كده برضو اونلاين، وتجيب أعلى نقط أو سكور. اللعبة خفيفة والجرافيكس حلو وناعم. ندخل بعد كده على لعبة اونلاين تانية وهي كروس اوت. دي لعبة مليانة أكشن، بتضرب بالرشاشات والماشين جن والصواريخ، بس أنت في اللعبة هنا اللي بتصمم عربيتك والأسلحة دي كلها بنفسك. لعبة أونلاين مجانية حلوة وهتقضي فيها شوية حلوين. وأخيرا وليس أخيرا معانا بيم إن جي درايف. اللعبة دي أنت أكيد شفت لها فيديوهات كتير على اليوتيوب والشورتات بتاعته، وفي العادة بتكون عربيات بتواجه بعضها، زي مثلا أني عربية اللي الفرامل بتاعتها أقوى، أو أني عربية أسرع من التانية، أو اللي ينط أعلى من التانية، أو اللي يتحطم أكتر من التانية. أنواع كتير من الفيديوهات دي بتلاقيها قدامك في الشورتات بتاعت اليوتيوب، لأن اللعبة تعتبر معمل تجارب معمولة فيزيائية قريبة أوي 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 من الواقع. فيديوهات اللعبة على اليوتيوب بتبين قد إيه اللعبة دي ممكن في الآخر يطلع منها حاجة حلوة. اللعبة لسه في الايرلي اكسس وشكلها كده مطولة في المرحلة دي قوي، والناس حباها وهي كده والحرية اللي بتقدمها. بس كده دول اكتر العاب شبه تويستد ميتال وفلات اوت. ما تنساش بقى ان موقعنا جاهز باكواد بلاي ستيشن واكس بوكس وستيم وغيرهم عشان تشحن رصيدك وتجيب احدث الالعاب. اعذروني لو صوتي مش مظبوط، بس انا عندي برد اليومين دول مبهدلني. هسترف اكتر عن العاب الاكشن والعربيات، انت فعلا في المكان المناسب. شكرا للمتابعة، كان معكم محمود من ايجينيو تيك.